إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتفالنا به واحتفاؤنا به لا يعدو أن يكون تجميعا لدروس واستنتاجات نحاول من خلالها أن نستفيد في واقعنا المعيش، خصوصا في هذا العصر الذي نعيشه الآن، حيث يبدو الأمر جليا في أن البشرية بحاجة ماسة إلى جهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نرى البشرية الآن وما تعيشه من أوضاع ومن خلل كبير في كل مجالات الحياة، في الشأن العقدي والتصورات، تجد الناس يعيشون انحرافات خطيرة. هذا له مبادئ للشرق وهذا له مبادئ للغرب، هذا يميل إلى فكر فلان وهذا يميل إلى فكر علان. في الشأن الاجتماعي ضاعت الأسرة في كثير من بلدان العالم، وما عاد الناس يتحدثون عن شيء اسمه العفة أو اسمه النسب أو اسمه الطهارة أو شيء من هذا القبيل. يعيش العالم في معظمه وضعا من التسيب في مجال الأخلاق، في مجال الاقتصاد، في مجال الأمن، وفي كل المجالات تعيش البشرية أوضاعا مأساوية حقيقية، بل لعل ما تمر به البشرية في هذه المرحلة الأخيرة لم يسبق له نظير. لذلك البشرية اليوم في أمس الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ لأننا في مثل مناسبة المولد يجب أن نميز بين شيئين، بين الاحتفال الشكلي الذي يجتمع فيه الناس ثم ينفضون دون أن يأخذوا عبرة ولا درسا، وبين الاحتفال الذي نستحضر فيه جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحقاق الحق، في إبطال الباطل، في الارتقاء بالإنسان. كانت البشرية قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب كانوا جزءا من البشرية في تلك الحالة، وفيهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، ولم يكونوا أسوأ حالا من غيرهم ولا كانوا أحسن حالا، كانوا على حالة مما تعيشه البشرية في عصرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أراد أن يرتقي بأوضاع الناس، أراد أن يرفعهم من التخلف ومن الرجعية الحقيقية. لذلك انتشلهم صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الوظيفة التي حددها الله عز وجل له.
عندما بعثه قال في حقه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه كلها وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله الله شاهدا. ما معنى الشهود والشهادة؟ مادة الشين والهاء والدال، شهد يشهد من الشهادة، بمعنى المشاهدة، بمعنى الحضور، بمعنى أن يكون في قومه وفي الناس من أجل أن يصلح ومن أجل أن يغير ما ينبغي تغييره. هذه هي وظيفة النبوة. النبوة ليست مجرد وظيفة يعني تشريفية لصاحبها، هي تشريف صحيح، ولكنها تكليف قبل ذلك، بحيث إن ثقل النبوة تنوء به الجبال، ولا يستطيع النبوة أي أحد إلا إذا وفقه الله عز وجل لذلك، لقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. أي اختيار الإنسان ليكون في منصب النبوة ليس أمرا سهلا ولا هينا، إنما يحتاج الإنسان إلى مواصفات خاصة، ثم إلى تأييد وتوفيق من الله عز وجل، وإلى تربية وتوجيه وإعداد منه سبحانه، من أجل أن يختار الإنسان ليكون في هذه الوظيفة الحساسة، وظيفة النبوة. لذلك فوظيفة النبي عليه السلام أنه شاهد، وقد كان صلى الله عليه وسلم نموذجا حقيقيا للشهود بين الناس، فكان حاضرا في كل الأشياء التي يخوض فيها الناس، كان حاضرا في مسجده يصلي بالناس، وكان حاضرا في مجتمعه، في الأسرة، في السوق، في القضاء، في كل المجالات، يصلح ويصحح وينبه إلى ما ينبغي أو على ما ينبغي التنبيه عليه. وهذا من معاني الشهود: إنا أرسلناك شاهدا. ثم هو مبشر. وظيفة الأنبياء أنهم يبشرون وينذرون في الوقت نفسه، يبشر بالأمور الإيجابية، بالأمور النافعة، ينصح الناس بأدائها وبفعلها، وينذر أيضا مبشرا ونذيرا. والنذير هو الذي يحذر الناس من مغبة الفعل الذي لا ينبغي، فهو نذير بمعنى أنه منبه ومحذر من المخاطر ومن المهالك ومن كل ما يمكن أن يضر الناس، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله لم يكونوا يتحدثون بفكرهم. الدين ليس إنتاجا بشريا كما يتحدث بعض المتحذلقين اليوم. الدين ليس إنتاجا بشريا ولا فكرا إنسانيا، الدين توجيه رباني. لذلك قال له: وداعيا إلى الله. لم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى فكر يراه، ولا يدعو إلى قومية، ولا إلى عصبية، ولا إلى اتجاه مهما كان هذا الاتجاه، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه. لم يحتج إلى إذن من أحد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مفوضا بأن يبلغ الناس دين الله من عند الله عز وجل، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج بمعنى أنه مصباح مضيء يري الناس الطريق التي يسلكون. مصيبة البشرية اليوم أنها تنكرت لهذا النور الذي بعثه الله عز وجل، وقد وصفه الله بالنور عندما قال: إن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه إذن هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي واجباته.
وكما أن للنبي صلى الله عليه وسلم واجبات ووظائف فإن له حقوقا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء لهم حقوق، ما أحوجنا إلى أن نسعى جميعا في أن يؤسس لاحترام الأنبياء واحترام الرسل جميعا، لأننا نحن المسلمين فقط، نحن المسلمين فقط الذين لنا دين ليس له مشكل مع أحد من الأنبياء. النصارى لهم مشكل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود لهم مشكل في الإيمان بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبأنبياء آخرين، لكننا نحن المسلمين بالذات عندنا آية تقول لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بكل رسل الله. لذلك البشرية الآن واجب عليها أن تسن ما يحمي هؤلاء الأنبياء من الأذى وما يدفع عنهم التهكم والاستهزاء. صحيح نحن نقرأ قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، الله تعالى كفى نبيه صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين. نحن المسلمين نتأثر طبيعي عندما نسمع إذاية لنبينا صلى الله عليه وسلم أو قرآننا أو مقدساتنا، طبيعي في الإنسان أنه يتأثر إذا أوذي فيما يعظمه، طبيعي. ولكن يجب أن ندرك أن هنالك عناية عليا تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمي دينه وشريعته وقرآنه وسنته، لقول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، ولقوله أيضا في هذه الآية التي انطلقت منها من سورة الأحزاب عندما وصف الله نبيه بهذه المواصفات، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال له وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أي هذا في التعامل مع الموافقين، الذي وافقك واتبع دينك واتبع توجيهاتك فبشره، بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لكن كيف تتعامل مع المخالفين مع المعارضين لك؟ لم يأمره الله تعالى بقتالهم ولا أمره بمعاداتهم. انتبهوا جيدا إلى القرآن، الذي أسس لي الحرية الحقيقية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعداؤه في عصره كثرا وكانوا ينتقدونه بألسنة حداد، ما تركوا شتما ولا سبا ولا طعنا، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا فيه ما لم يقولوه في أحد، ويعرفونهم قبل غيرهم أنه ليس فيه شيء من ذلك، بل وصل الأذى إلى أن آذوه في بدنه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يعرف أن مقابلة العنف بعنف مثله لا يؤدي إلى زيادة العنف، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يميل إلى مقارعة ظلمهم وإذايتهم وإساءتهم بالحجة والبرهان. فكان يقول لأعدائه، الوليد بن المغيرة كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل بن هشام كان من أشد أعدائه، أبو لهب كان من أشد أعدائه، وكان يقول للواحد منهم اجلس أحدثك، تعال أقول لك كلاما لن يضرك، اسمع، إذا اقتنعت فاتبع، وإذا لم تقتنع فشأنك، فاتخذ القرار الذي تراه مناسبا. ألم ينزل في القرآن لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين؟ إذن ما الذي يريده النبي عليه السلام؟ يريد أن يقول للناس اسمعوا هذه الرسالة، اقرأوا هذا الدين، تأملوا في هذا القرآن، تأملوا في هذه السيرة والسنة النبوية، فإذا أعجبتكم فخذوا بها، وإذا لم تعجبكم فاتركوها. هذا كان ملخص رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لاحظوا الآية التي جاءت تتحدث عن التعامل مع المعارضين، دعني من المحاربين. عندما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وشنت عليه الحروب،
فشأن الإنسان أنه يدافع عن نفسه، وليس عيبا أن يدافع الإنسان عن نفسه في كل الثقافات وفي كل الحضارات. لم يكن عيبا في حق من اعتدي عليه أن يرد الظلم، كما جاء في القرآن الكريم: فأولئك ما علي ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا قانون قرآني وقانون عالمي. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي من دافع عن نفسه لينتصر بعدما وقع عليه الظلم، فلا حرج عليه، وهذه قوانين العالم كله تشهد بذلك. لكن قبل إعلان الحرب، أي قبل المواجهة، ما دام الصراع فكريا، ما دامت المعارضة فكرية، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن يترك عنه هؤلاء وأن لا يهتم لهم كثيرا. لذلك جاء قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم فيما يأمرونك به، لأنهم يريدونك أن تتنازل، يطمعون فيك وأنت جئت بالحق، وليس عندنا ما نتنازل عنه، ديننا واضح، لا يمكننا أن نتنازل عن مقدساتنا، لا يمكننا أن نتنازل عن الزنا ونعتبره حرية شخصية، لا يمكننا أن نتنازل عن تحريم الخمر لنعتبره مشروبا روحيا، لا يمكننا أن نتنازل عن الربا لنعتبره ضرورة اقتصادية، لا يمكننا أن نتنازل عن أداء عباداتنا من أجل أن يروق الأمر للآخرين، لأن الآخرين يريدون منا هذا، الآخرون يريدون منك أن تتنازل. اقرأوا قول الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا أي أحبوا، لو تدهن، الإدهان بمعنى التنازل، أن تتنازل عن بعض ما عندك فيتنازلوا عن شيء مما عندهم. لكن يمكن للإنسان أن يتنازل في أشياء لا تؤثر، في أدوات، في وسائل، لكن أن تتنازل بتحليل الحرام أو تحريم الحلال من أجل أن يروق للآخرين، فهذا لا ينبغي. أحد الكتاب كتب، قال: إن الناس عندنا ما زالوا متخلفين كثيرا ورجعيين كثيرا، لأنهم ما زالوا لا يعتبرون المثلية حرية. المثلية، يدافع الناس عن المثلية، والمثلية تلطيف، كانوا الأصل في هذا المصطلح أنه اللواط. الإسلام يسمي الأسماء بمسمياتها، والقرآن شن كلاما قويا في حق قوم لوط، والشريعة الإسلامية وقفت موقفا صارما، لأن التساهل مع هذا الأمر معناه فناء البشرية، فناء البشرية تماما. فلذلك الإسلام وقف موقفا صارما من قضية اللواط. تساهلوا في الأمر فلطفوا التسمية وسموها شذوذا، أي خروج على المعتاد، الناس يتزوجون رجالا ونساء، فهؤلاء شأنهم أنهم شذوا، أي خرجوا عن القاعدة. والشذوذ أحيانا ليس مرفوضا، هناك الحديث الشاذ، والحديث الشاذ ليس معناه أنه فيه وفيه، لكن حتى كلمة شذوذ لم تعجبهم، فأرادوا أن يلطفوها أكثر فسموهم مثليين. ثم أتى من يدافع عنهم ليقول: إننا متخلفون لأننا لا نقبل بالمثليين. متى كان معيار التخلف هو القبول بالمثليين؟ ومن المتخلف أكثر الآن؟ هذه المثلية ظهرت مع قوم لوط، ظهرت منذ آلاف السنين. الذي يدفع في اتجاه إعادتها هو الرجع الحقيقي. لذلك نحتاج أيها الإخوة إلى أن نفهم رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل له: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ودع أذاهم، دع أذاهم، هم يؤذونك، هم يحاولون أن يفعلوا ما شاءوا، دع عنك أذاهم، لا يؤثر في مسيرتك، لا يؤثر في عملك، لا يؤثر في دعوتك، دع أذاهم وتوكل على الله. هذه الآية رائعة جدا في كل من يجد في طريقه من يعترضه. إذا أنت التفت إلى من يعترض سبيلك وأضعت أكثر من اللازم من الوقت
في صده عنك فإنك بذلك تضيع وقتك وجهدك. لذلك قال لك دع أذاهم. ما أكثر ما يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد الناس أن يشتغلوا فقط بالردود على الإساءات لتركوا البناء ولتركوا تعليم سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الأسبوع مسؤول كبير في دولة كبرى يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام سيء وعن الإسلام بكلام سيء، بل قال إن العرب قبل الإسلام كان يمكن أن ينالوا كل جوائز نوبل، يعني قبل، وكأن هذا الإسلام هو الذي تسبب لهم في، كيف كان؟ نحن نعرف كيف كان العرب قبل الإسلام، نحن أعرف الناس بالعرب قبل الإسلام كيف كانوا. وصفهم القرآن الكريم بدقة، فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كانوا، كانوا في ضلال مبين. القرآن قال هذا والتاريخ يثبت هذا. صحيح كانت عندهم إيجابيات، هذه الإيجابيات التي كانت عندهم ثبتها الإسلام ورسخها. كان عندهم الكرم، كان عندهم الشجاعة، كان عندهم الإباء، كان عندهم الوقوف مع المظلوم حتى يأخذ حقه. هذه أخلاق إيجابية كانت عندهم فثبتها الإسلام. لكن أيضا بالمقابل كان عندهم ربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أضع ربا العباس. كان عندهم اضطرابات أمنية خطيرة، الذي أسس للاستقرار والأمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون كيف كانت الوضعية قبل بعثة النبي عليه السلام؟ كانت أشبه ما تكون بوضع الناس اليوم بعد أن انسلخوا عن دينهم، وبعد أن رجعوا إلى الطائفيات وإلى العصبيات، وتركوا الوحدة التي أوجبها عليهم الإسلام فرجعوا إلى ما كانوا عليه. دامت عندهم حرب داحس والغبراء 40 سنة بسبب فرس، هذه فازت وهذه لم تفز، وكانت الحروب عندهم دائمة، طبعا بتحريض من آخرين كما يقع اليوم تماما. وكان العرب عبارة عن ديكة، يتنافس أعداؤهم في التحريش بينهم فيقتتلون لأتفه الأسباب. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم ذلك ورفض كل الحروب التي كانت، بل وشارك قبل أن يبعث نبيا، شارك في حلف لتثبيت الأمن وترسيخه ودرء الظالم والدفاع عن المظلوم، فشارك فيما يعرف بحلف الفضول. فقال عليه السلام: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. لأنه كان حلفا من أجل الوقوف مع المظلومين ومن أجل دفع الصائلين الظالمين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لأختم أيها الإخوة أقول لكم: إن الذين يؤذون الأنبياء ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحاولون أن يثبتوا ما يرونه مناسبا من شهواتهم ونزواتهم واختياراتهم التي لا يقبلها دين ولا عقل ولا منطق. حتى العقلاء في غير بلاد المسلمين يتحدثون عن أن الإسلام، ولو جئتكم بأقوال لبعض المفكرين الكبار في بعض الدول الغربية والذين تحدثوا بنزاهة ودرسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جئتكم بأقوالهم لرأيتم أنهم فعلا يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أعظم العظماء، وأنه كما قال أحدهم: لو كان يعيش معنا اليوم لحل مشاكل العالم، في وهو يحتسي فنجان قهوة، أي في جلسة 10 دقائق، لأن مشاكل العالم الآن واضحة، فيها ظلم، فيها ظلم، نعم فيها ظلم، والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يرفع الظلم عن الناس وأن يرفع الظلم عن البشرية جمعاء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته النبوية وشواهدها بالعشرات ومن خلال القرآن الكريم ألا نستفز عندما ندافع عن ديننا أو عندما ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي حتى لو أن أحدا سب مقدساتك أو سب دينك أو سب نبيك أو سب قرآنك، وهذا يحصل، فإن الواجب أن لا تستفز، وإنما الواجب أن تحاول. وأنا أعرف أن كثيرا من الشباب تقع لهم محاورات في الأنترنت مع شباب، بعضهم نصراني وبعضهم ملحد وبعضهم يعني من اتجاهات مختلفة، ففي حوارك يجب أن نحافظ على هدوئنا، ويجب أن نحافظ على أخلاقنا وعلى ديننا، وأن نحاول أن نرد بالتي هي أحسن، وأن نتحدث إلى الناس بفكر. أما بالعنف وبالسب والشتم فإنك لن تصل إلى نتيجة. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلمه وبحسن معاملته وبحواره الراقي وبجداله بالتي هي أحسن استطاع أن يصل إلى أن يكسب قلوب الناس. فبعث صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد، وما توفي إلا وقد حضر معه في حجة الوداع أكثر من 100,000 من الناس. الإيمان لا يمكن أن يجتلب بالقوة ولا بالعنف ولا بالسب والشتم، وإنما بالحجة وبالإقناع. وقرآننا يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ويقول: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ناقشك أحد ناقشه وبالتي هي أحسن، ناقشك في المحرمات حدثه عن الشذوذ، حدثه عن الزنا، عن الخمرة، عن الميسر، عن كل ما حرمه الإسلام، وستجد أن العلم معك. استشر العلم، استشر الخبراء، استشر الأطباء، وستجد أن كل ما حرمه الإسلام دون استثناء فيه مفسدة واضحة، والعلم الحديث يثبتها. وأن كل ما أوجبه الإسلام أو أباحه الإسلام فيه مصلحة واضحة لا يمكن أن يطعن فيها إلا بتأول. فأسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أحي فينا كتابك، وأحي فينا سنة نبيك وسيرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجمع صفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما وأجيرا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل بقاع العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأد الدين على المدينين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وارزق طلابنا النجاح في دروسهم، وعلمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما تعلمهم، وزدهم علما وإيمانا، ووفق أساتذتهم لما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه،
هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.